الآن إلى السيد سيالة الوزير المفوض بالحكومة المقترحة بالخارجية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. كيف تتابعون أوضاع يعني اختطاف هذه الطائرة؟ وكان لكم ربما تصريح سابق نقلتم عن السلامة الجوية بأن من كان أو من اختطف الطائرة كان يقول شعارات تابعة للنظام السابق. نعم، نحن نتابع هذه الطائرة منذ اختطافها وقبل حتى هبوطها في مالطا، لأننا توقعنا أن تهبط في مالطا كمطار بديل نظرا لحجم الوقود اللي موجود على الطائرة، ولذلك نحن نتابعها من اللحظة الأولى. تواصلنا مع وزارة الخارجية ومع رئاسة الوزراء، وكان الشغل هو تأمين سلامة الركاب وتأمين سلامة الطائرة. نعم، والآن انتهت المفاوضات إلى هبوط الركاب من الطائرة، يهبط النساء والأطفال أولا ثم يهبط باقي الركاب، وتبلورت مطالب الخاطفين في طلب اللجوء السياسي إلى مصر. نعم. طيب، هل لديكم أي معلومات عن هوية الخاطفين أو ما الذي قاموا به أو ما هي مطالبهم بالتحديد؟ لم تنقل لكم السلطات المالطية الذي يريدونه؟ علمتنا السلطات المالطية أنهم ذكروا لها بأنهم ينتمون إلى الفاتح الجديد وأن مطلبهم هو اللجوء السياسي. نعم، إذن مطلبهم هو اللجوء السياسي. نعم. ولم أستمع لك بشكل جيد في الكلمة الأولى. نعم، هم ذكروا بأنهم من تنظيم الفاتح الجديد. الفاتح الجديد، أي أن ربما. نعم. يشير إلى أنهم من أنصار النظام السابق. نعم، يبدو ذلك. طيب، أوضاع الركاب الآن بعد إخراجهم، هل سيبقون في مالطا أم أن الحكومة المالطية ستتخذ أي إجراءات لحمايتهم؟ ربما نحن نشاهد الآن هذه صور مباشرة لحافلات ربما تقل الركاب الليبيين. نعم نعم نعم، الاتفاق مع السلطات المالطية بأنها سوف تؤمن لهم رعاية صحية في البداية، تأثير نفسي في الغالب، ونحن احتياطيا أمننا طائرة أخرى، لأن الطائرة التي تقلهم ستدخل في بعض التحقيقات استيفاء لمطالب الحكومة المالطية وفقا لالتزاماتها مع الاتفاقيات الدولية الطيران المدني، ولذلك إذا تأخرت الطائرة التي تقلهم سوف تكون هناك طائرة أخرى جاهزة للإقلاع لاستجلاب مواطنينا. طيب، وهم في سلامة تامة بعون الله. هناك حديث عن وجود شخصيات سياسية مثل أعضاء مجلس النواب على متن الطائرة، هل أبلغتكم؟ نعم، مالطا بذلك؟ نعم نعم، يوجد عضو من أعضاء مجلس النواب وهو النائب المحترم عبد السلام المرابط، وهو بخير وسلامة، والكابتن أيضا وطاقم الطائرة بخير. وكابتن الطائرة هو كابتن علي مجاد. إذن عضو مجلس نواب واحد كان على متن الطائرة. نعم نعم نعم. أشكرك جزيلا سيد محمد سيالة الوزير المفوض بالخارجية في الحكومة المقترحة، كنت معنا عبر هذه التغطية.